انا ما ينفعش لي اخلف ابني كده معاك دوت ابني. وصفوا لي المركز او عملوا لي حقل مجهري ما فيش مشاكل. قالوا لي برضه عشان لو حبيت تخلف بعدين في حفظ اجن، لو كنت رحت وما فيش اي حاجه حصلت او الحاجه دي ما حصلتش قدامه او وقعت في ايديه الله اعلم كان هيحطوني مين. الموضوع ده متكرر اكتر يعني مره. حاله استاذ احمد مش الحاله الاولى، دي مش الحاله، ده كمان في اجنه اتنقلت لاسر مع اختلاف الاديان. انا كل اللي وقع معايا ملفين موثقين لا مجال للشك فيهم ان حصل سرقه لاجنه الاستاذ احمد عن عمد وزرعها في رحم اسره اخرى. الاسر اللي انجبت اطفال مش اطفالهم، بيولدوهم فين؟ بيولدوهم في مستشفى خاص ملكيتها تتبع المركز الاولاني، بس مستشفى تحت ابن السيف. اديني هيبقى قاطع في اثبات الجريمه واثبات ان هذا الطفل لا ينتمي الى اسره الشرقيه باي حال من الاحوال. المركز من غير رخص التشغيل من 25/5/2009 2009 يعني ليه 15 سنه بدون رخص التشغيل. واداره العلاج الحر ووزاره الصحه بتدعي انها بتعمل دوريات تفتيش على المركز، بدل ما يتفضحوا اكتر من كده فاستغنوا عن خدماتي، وده مش فارق معايا. كل يوم بنسمع عن جريمه سرقه غير التانيه، بس اول مره نسمع عن جريمه سرقه جنين. ايوه زي ما سمعتوا كده، سرقه جنين، ويتم زراعه الجنين ده في رحم ام غير امه، والجنين يكبر ويبقى عنده سنتين ويبقى طفل جميل، ويبقى امه ديت اللي سرقته هي مصدر الحنان. جريمه في حق الانسانيه قبل ما تكون في حق الطفل نفسه. قصتنا ابتدت بحلم استاذ احمد اللي قعد 12 سنه مستني حد يقول له يا بابا، ويوم ما يتحقق الحلم ده يكتشف سرقه جنينه. احنا معانا دلوقتي استاذ احمد يحكي لنا قصه كامله. اهلا بيك استاذ احمد. مبدئيا قلبي معاك. الحمد لله. عايزين نعرف التفاصيل منك. التفاصيل ده حضرتك، انا راجل عادي بسيط على قد حالي، يعني شغال بارزاق مش مشكله. الكلام دوت حصل من حوالي سنتين مع الدكاتره. انا بقالي 12 سنه متجوز او 13 سنه مع الدكاتره، ما فيش خلفه طبيعيه تحصل. فالدكتور رشح قال لازم تعمل حقن مجهري. ربنا كرمنا وعملنا العمليه الحمد لله وخلفنا. الناحيه الثانيه حضرتك، كان في اجنه نزلت في المركز سايبها حفظ اجنه. يعني انت مبدئيا كده كنت عامل حفظ اجنه في اجنه منهم تم تلقيحها في الرحم بتاع الام، الست بتاعته زراعتها في رحم الام، وفي اجنه متشاله عشان ما اعمل عمليه ثانيه. تمام. يعني مفيش سبب ان خلفه طبيعيه. تمام. قلنا ربنا يسهل ونعمل عمليه ثانيه. ده حفظتها في المركز نفسه. في المركز نفسه من فتره، وبدفع الاقساط بتاعتها اللي هي وصولات حفظ الاجنه. حفظ الاجنه اللي هي شهريه او سنويه؟ سنويه. تمام. بتدفع عادي ما فيش مشكله. ومعاك ايصالات بحفظ الاجنه والاقساط المدفوعه. حوالي شهرين كده في رقم اتصل عليا، كنت انا في الشغل بايت. فقال لي حضرتك الاجنه بتاعتك مش موجوده في المركز. قبل ما يتصل بيا كنت انا هناك بفتره، فبسال عادي قالوا لي موجوده وما فيش اي مشكله. تمام. بعديها بشوية ما الرقم اتصل عليا قال لي حضرتك الرقم بتاع الأجنة بتاعتك مش موجود. فأنا بقيت في الشغل. تاني يوم الصبح مفيش، هو خلصت شغلي وطلعت على المركز قلت أتأكد. نزلت دخلت تحت المركز، قالوا لي السكرتيرة اللي هناك أو اللي هي بتستقبل الناس قالت لي الأجنة بتاعتك عندك صفر. اللي حضرتك كل شهر أو كل سنة بتدفع قسطها؟ قلت لها إزاي حضرتك أنا لسه دافع الوسط. قالت لحضرتك دي زي ايه، حاجه تالفه كده او حاجه باظت. طلعت شويه مشايخ في الازهر اللي هي بتاعت الاوقاف. تمام. الفتوى. دار الافتاء. دار الافتاء. فبقول لهم حصل 1 2 3، بس الكلام دوت بعد ما كلمت الدكتور اللي هو بلغني. تمام. او الشخص اللي هو خلاني اعرفش اللي هو حضرتك دكتور. قال لي بعديها بقى ما كلمته قلت له لازم اقابله. فكلمني قال لي الموضوع بيقول 1 2 3، الاجنه بتاعتك اتاخدت وزرعت في رحم ست تانيه. وانا علينا سالت الدين قال لي ما ينفعش لان عندي انا واخدين مني ومن الست بتاعتي مبيضه والحيوان الوانم بتوعي. تمام. ودوه الجنين 5 ايام، عمره 5 ايام. ومش جنين واحد، دول ثلاثه. بس ادي النظريه كلها بناء عليه. انا كملت مع حضرة الدكتور نشوف الدنيا هتعمل معانا ايه. انا عايز ابني دلوقتي، العيل بيكبر عنده سنتين حاليا. عنده سنتين. تمام. يعني عارف مين ابوه ومين امه،
لو في اخوات عارف اخواته اكيد حتى لو بيتهته اكيد الموضوع. فموضوع عايزين نخلصه بسرعه لان كده مش يعني عادة. انت بتتكلم في احساسك ان ابنك بيتربى لحد تاني بيربيه وبيتعامل وانا مش عارف هو قابل ازاي. هو اكيد يعني اكيد الولد لا بي ولا عليه. يعني احنا بنتكلم على الاسره نفسها. انا ما بتكلمش على الولد دلوقتي او البيت او بتكلم على الاسره نفسها اللي هي يعتبر سرقه هي قبل على نفسها كده ازاي. انا بقول لك ابنك اللي معاك ابنك اللي معاك دوت ابني. يعني هل ده حصل عن طريق الخطا ولا انتم متاكدين ان هو ده تم بسرقه؟ لا دي انا ما اقدرش اتكلم فيها اني ما اعرفش. الدكتور اللي ممكن يقول لك الموضوع ده بالظبط. طب انت قول لي اوصف لي بقى احساس والدته. انا عارفه ان والدته منهاره يعني حتى ما قدرتش تطلع معاها صراحه خلصانه. هل انا عرفت برضو ان مفيش امكانيه انها تقدر تجيب اطفال تاني؟ لا للاسف ما ينفعش. يعني املكم الوحيد ان ابنكم يرجع تاني لحضنكم. مفيش حل تاني. خليك انت حضرتك مكاني انا اعمل ايه؟ انا ما ينفعش ليا خلفه. وصفوا لي المركز او عملوا لي حقل مجهري مفيش مشاكل. قالوا برضه عشان لو حبيت تخلف بعدين في حفظ اجن. قلت لهم امين. طب نزوم ايه حفظ الاجنه ديت او تمشي ازاي؟ قالوا لي دي بتحفظ في المركز عندنا وبتدفع سنويه شهريه زي ما حضرتك عايز. قصة حفظ اجن. قلت لهم تمام. دفعنا الاقساط وحبنا حفظ اجنه وفوجئ من الناحيه الثانيه مفيش اجنه. يا جدعان طب الثلاث اجنه دول لو كانوا زرعوا في بطن مراتي كان ربنا مليون مية او بفضل ربنا ربنا هيكرمنا بعيلين بثلاث بعيل. في خبطة واحدة ماليش حاجة. طب انا حصل معايا كده. طب في ناس تانية اكيد بتحصل معايا كده ومحدش بيتكلم او محاجة فيش حاجة بتسيبني. يعني فكرة اصلا ان ابنك يبقى متربي مع حد تاني وكمان في اطفال انت ما تعرفش موجودة او لا. يعني ربنا يعينك عليها ويربط على قلبك. يعني الموضوع مش سهل اكيد. هو الموضوع مش سهل حتى العيل لما يجي انا برضو هيبقى صعب. انت خدته من بيت حطيته في بيت وبتقول له دول اهلك انسى بقى اللي فات. هيبقى صعب. ودلوقتي عيل سنتين يعني بيعرف يقول بابا ماما لاهل تانيين للاهل اللي سرقوه في يوم وليله كده ما طلعش دول اهلك. يعني انا قاعد في اهلي وقاعد مع ابويا وامي وبشرب واكل وبشرب وميت فل و14 واخدين بالهم مني بقدره قادر كده ما لهمش ليها اي لازمه. بالبلدي كده هم ما لهمش ليها اي لازمه. يعني انت مش ليا بشيء. والدته نفسها تشوفه بتقعد معاك تقول لك ايه؟ يعني والدته نفسها يعني تغمض عينيها وتلاقيه قدامها تتخيل شكله ازاي وصعب برضه تقول لي انا هاخده في حضني ازاي؟ انا معلش انا لا حبرت ولا شفته ولا اكلته ولا شربته ولا هتعامل معاه ازاي؟ يعني هي ذات نفسها كمان تعبانه عليها ان حتى الطفل كان موجود في رحم حد تاني في حد تاني ولا تعب ولا صيرت عليه ولا وهتتعامل معاه ازاي؟ هياخد وقت برضه قبل ما يتعامل. هي ليه اخت اكبر منه المفروض. المفروض ليه اخت اكبر منه. كده هي عندها قد ايه؟ عندها سنتين واربعة اشهر او شهرين بالظبط. ده انت ما لحقتش يعني. انا ما لحقتش. يعني انا لو ربطت الاحداث من بعضها مفيش 3 اشهر. يعني اعتقد انت بالحسبه يعني دي انت كنت بتدفع الاقساط لله تعالى مفيش اي حاجه. ولو كنت رحت يعني مع احترامي للدكتور اللي بلغني لو كنت رحت ومفيش اي حاجه حصلت او الحاجه دي ما حصلتش قدامه او وقعت في ايديه الله اعلم كان هيحطوني مين. انا ما اعرفش. انت قصدك كمان ان كانوا ممكن يحطوا لك اجنه حد تاني؟ ما انا رايح اطالب بالاجنه ليا. يا نهار ابيض الموضوع كده مش سهل. ده خلط انساب. خلط انساب تمام صرف مفيش في اي مشكله. لا دي جريمه. انا مش عارف اعمل ايه. احنا طبعا مقدرين موقفك ومقدرين مشاعرك وبنحاول نحل الموضوع. الموضوع مش هيتحل كده. لازم ناس مسؤوله وناس مع احترام لكل الناس يعني ناس تتقي ربنا وتخلص الموضوع. انا لو وصلت ليا ان انا اقابل رئيس الجمهوريه انا مفيش عندي مشاكل. فكرت كمان بعد انتظار 12 سنه يعني الفرحه بتاعتك والحلم بتاعك. انا حطيت نفسي مكان الراجل التاني دوت. يعني معلش انا دلوقتي طلع واحد بيقول لي البنت اللي معاك دي مش بنتك وهي عايز اخدها انا هديها له ازاي؟ لا اكيد مش هديها له. مش هديها له مش بعد 12 سنه او 13 سنه وهو يجي ياخدها على الجاهز. اكيد فهموتي بمعنى اصح بالبلدي كده. اذا كنت انت الطفل اللي انت ما شفتوش متمسك بيه محدش يسيب لحمه. والدين بيقول كده.
احكي. انا مش خبره في الدين بس على قد حال. يعني الموضوع مش سهل. انا عايز اي ناس اي ان كان من هو يخلص الموضوع يتدخل ويخلص الموضوع ده. عملت محضر. بعدين احكي لي بقى. حضرتك انا عملت محضر يوم 2/10. رحت نيابه النزهه. ونيابه النزهه حولتني على المحامي العام اللي هي في العباسيه. تمام. عملنا المحضر هناك بس من ساعتها لحد وقتنا هذا محدش خد قرار او بمعنى صح لسه الورق عندهم. المفروض يعني حاولت تتابع المحامي بيتابع. بس لسه الورق عند المحامي العام مفيش اي قرار فيه. لم يتم البث فيه زي ما حضرتك بتقولي. ربنا يعينك. احنا دلوقتي كمان هيبقى معانا دكتور جندي هو المسؤول عن كان مسؤول التخدير في المركز نفسه وهو صاحب البلاغ ومكتشف الجريمة. فتابعونا. دكتور جندي حضرتك الضمير الحي في القصة كلها. عايز أعرف التفاصيل كلها منك. أنا كنت شغال في المركز ليه فترة طويلة وكانت أمور المركز ماشية كويس لمدة حوالي 20 سنة. آخر 4 سنين في الإدارة بتاعت المركز اتغيرت. صاحب المركز بقى راجل كبير في السن فساب كل حاجة في الإدارة والملكية لبناته. بنته متزوجة دكتور نساء شغال في نفس المكان. اهتماماتها المادية كانت أعلى من أي قيم وأعلى من أي حاجة تانية خالص. المفروض أما لو حد عايز يعمل زراعة أجنبية يعمل إيه؟ بالنسبة لموضوع أطفال الأنابيب أول حاجة في الأوراق الثبوتية لازم نتأكد إن الست والراجل متزوجين. تمام. ومازال هذا زواج قائم. فيبقى في اوراق ثبوتيه يا اما اسم الزوج مكتوب في البطاقه. لو ما فيش اسم الزوج مكتوب في البطاقه يبقى في اسم زواج. اكيد الحاجات دي ما بقوش يهتموا بيها. يعني اسم الزوج مش موجود في البطاقه مش مشكله. لما نرجع الاجنه ونخصبها تبقى تجيب اسمه الزواج. يا اخوانا اساسا من اساسه ما ينفعش التخصيب ان كنتوا تخصبوا بيضات وانتم مش عارفين العلاقة ايه بالظبط. اكيد كان قبل كده من ضمن الاجراءات التنظيمية ما ينفعش الزوج يجيب العينة خارج المركز. اصبحنا بنفاجأ بسيدات جاية بالعينة بتاعت الزوج وبتقول اصل الزوج ما بيعرفش يجيب العينة برا البيت. طب انا اضمن منين ان دي عينة زوجك ولا لا؟ اكيد. لكن كان الاول ده كان شرط اساسي. ده ابسط الامور لما بيعملوا تحليل مخدرات. دي القوانين والمعايير اللي محطوطه من دي الوزاره نفسها. من الوزاره نفسها واداب المهنه والاخلاق وكل حاجه. القوانين ديت محطوطه من قبل الوزاره ومن قبل النقابه والاخلاق والضمير والدين بيحتموا هذا الموضوع. اكيد. تمام. بالصدفه وقع تحت ايدي حوار بين احد العاملين في المكان دوت مع صاحبه المركز وقالوا ما معناه اسم فلان لو الدكتور لو فلان لان الحاله ديت ليها علاقة بيا. يعني أنا اللي معرف الدكتور على المركز واللي بعيتهم عليها. يعني هما بيتكلموا عن حد حضرتك واحدة سمعت الموضوع. ست نقلة أجنة متاخد أجنتها واتنقلت لحد غلط. ففتحت الملفات ودورت على الاسم فوجئت بالكارثة إن السيدة المذكورة مرات الأستاذ أحمد. في الملف بتاعها أولا اكتشفت حاجة غريبة. لا ثواني كده بعد إذنك. هي اتنقلت لحد غلط يعني ما هو أنا لما بقول لا صارت. واحدة واحدة. أنا لما بقول اتنقلت غلط يعني في أجنة اتخذت من كيان لكيان تاني. هل ده غلط ولا خطأ طبي ولا مقصود اللي هقوله بعد كده هو اللي هيبين ده خطأ طبي ولا مقصود. يعني بعد اتباعك الأحداث وإنك تدور عليها عرفت الدنيا. لأن مش ممكن أتخيل إن في حد مهما كان ضميره ميت ياخد أجنة بتاعت ناس ويزرعها في رحم ناس تانية تحت اي مسمى غير الخطأ الطبي. لكن اللي حصل في الاحداث كلها بيقول ان ده استحاله يكون خطأ طبي. ابسط الامور الملفات المرضى كل المرضى في المركز لازم نسجل رقم تليفون المريض وعنوانه. الاسره ديت اتشال رقم التليفون والعنوان. الاسره المتهمه بسرقه الاجنه. الاسره اللي مسروق اجنتها والاسره اللي خدت الاجنه مش بتاعتها. شالوا تليفونات وعناوين الأسرتين. طب ليه إذا كان خطأ طبي؟ معايا أكتر من ملف بتعديل وتزوير أرصدة الأسرتين
ازاي يبقى خطأ طبي؟ هل ممكن يبقى خطر اداري من اي حد في المركز؟ لو احنا اعتبرنا دوت مش ما حصلش، لو هنفترض انه خطأ اداري، بتشيلي ارقام التليفونات اللي كانت موجودة ليه؟ كطمس بقى للخطأ نفسه. يعني انت ارتكبت جريمة حاولت تصلحيها بجريمة اكتر؟ اكيد. طيب وش معنى نفس الاخطاء ونفس الاجنة اللي بتتنقل والمتكررة بين اسر متعددة مع نفس الدكتور اللي هو زوج مالكة المركز؟ الموضوع ده متكرر اكتر يعني من 4-5 مرات. يعني حالة استاذ احمد مش الحالة الاولى، دي مش الحالة الاولى، لكن المستندات اللي موجودة معايا بأسرتين فقط. ملف كارثة. ده كمان في اجنة اتنقلت لاسر مع اختلاف الاديان كمان اكيد. بس ما هو احنا كنا بنتكلم في اختلاف انساب وكل شيء. بس للاسف انا ما لحقتش اتوصل غير لملف اسرتين بس، اسره الاستاذ احمد اللي اتسرقت اجنتها، والاسره اللي خدت الاجنه وانجبت وعارفه انها انجبت طفل ليس طفلها، ومعايا اعترافاتها من خلال محادثات الواتساب بيني وبين الاسره اللي خلفت عيل مش عيلها، وبتعترف لي فيه ان هم عارفين ان هم مخلفين عيل مش عيلهم، وسألوا رجال الدين وقالوا لي احنا تحت امرك قول لنا نتصرف ازاي. يعني حضرتك تواصلت مع الأسرة؟ انا تواصلت مع الأسرة اللي انجاب الطفل مش طفلها، يمكن ضميرهم يصحى ويبلغوا. اقروا لي ان هم سألوا رجال الدين في المصيبة اللي هم فيها. يعني كده هم معنى كده ان هم عارفين؟ لا طب هم سألوا رجال الدين على سرقة؟ ما هو ده انا معرفوش بقى، بس كل اللي اعرفه ان هم مخلفين عيل مش عيلهم. تاريخ معرفتهم بالجريمة امتى انا ما اقدرش احدده، لكن الاقدر يعني معنى كده ممكن يكون ان الاسرة دي عارفة. عرفت امتى؟ هل بعد ظهور حضرتك محدش عارف او لا؟ يكونوا هم مشتركين في الجريمة نفسها. واضح من المحادثات اللي بيني وبينهم ان هم عارفين من قبل ما انا اتواصل معهم. الاسرة دي انجبت طفل واخدت اجنة وهي عارفة ان الاجنة دي مش اجنتها، وانجاب الطفل مش طفله. طبعا احنا حق الرد مكفول للجميع، لأن سواء المستندات والادله اللي عندي، وفي عندي شهود تانيين بيؤكدوا صحه هذا الكلام. احنا مبدئيا كده حق الرد مكفول للجميع سواء للاسره او للمركز نفسه. وطبعا حضرتك مسؤول عن اللي بتقوله، حضرتك بتقول ان معاك الملفات وارقام محاضر حضرتك عملتها وتوجهت للمحامي العام النائب العام قدمت اكتر من 9 بلاغات بالظبط كده. فيعني العودة على حضرتك اكيد، بس احنا بنحاول يعني نظهر ملف التكنولوجيا كانت سبب فيه، بس احنا استخدمنا التكنولوجيا غلط. ده مظبوط، يعني افسدنا التكنولوجيا اللي كانت موجوده لخدمتنا. مظبوط. طب هيفصل يعني كده هيفصل في الجريمه ديت حاجه واحده بس، الديني. لسه هقول لحضرتك، اي مستندات اي شهود اي حاجه من غير ديني يبقى ملهاش اي لازمه. المستندات اللي عندي بتقول ان الطفل بتاع الشرقية خاص بالاستاذ احمد ومراته، ولا ينتمي على الاطلاق للاسرة بتاعت الشرقية، لا الزوجة ولا الزوج. ايه المستندات اللي عند حضرتك؟ حصلت عليها ازاي؟ الملفات بتاعت المرضى الاتنين موجودين معايا، والتزوير وتعديل الارصدة موجود معايا. وصلت لحضرتك ليه ازاي؟ ما انا كنت شغال في المركز. ايه بس المركز اكيد لو كارثه زي دي اكيد مش هيخلي الملفات كده واضحه يعني. لا ما هو الملفات مش هتبقى واضحه لحد غريب، لكن لواحد شغال وعنده وصل للاسم خلاص، اللي هيقرا الملفات هيعرف ان في حاجه غلط. طب وحضرتك اتعاملت مع الناس اللي في المركز؟ يعني فهمت ليه الوضع ده حصل؟ هل ده خطا؟ لا هو بمجرد ما المركز عرف وقبل ما اكتشف بقيه الملفات اضطريت يعني هم بدل ما يتفضحوا اكتر من كده فاستغنوا عن خدماتي، وده مش فارق معايا. بس انا كان نفسي اقعد فتره طويله شويه عشان اوصل لبيت الملفات وبيت الاسر اللي مسروقه جنتها واللي حصل تلاعب في الاجنه. هل دي اول حاله او لا؟ احنا مش عارفين. انا كل اللي واقع معايا ملفين موثقين لا مجال للشك فيهم، ان حصل سرقه لاجنه الاستاذ احمد عن عمد وزرعها في رحم اسره اخرى. والأسرة الأخرى عارفة أنها أنجبت طفل ليس طفلها، والمركز عمل أكتر من تلاعب في ملفات هذه الأسر. ده كده مافيا لزراعة الأجنة. يكفي أن أنا هقولك على حاجة مصيبة سودة. الأطفال المشبوهين اللي بتولدوا من الأسر ديت بيولدوا فين؟ بيولدوا معلش يعني حضرتك الأسر اللي أنجبت أطفال مش أطفالهم بيولدوهم فين؟ بيولدوهم في مستشفى خاص ملكيتها تتبع
المركز الاولاني بس مستشفى تحت بير السلم. هل من ناحية طبية ما بيكونش فيه مشاكل ان زراعة جنين في رحم ام غير الام دي تحصل؟ ما بيكونش فيه بقى مشاكل سواء للطفل او بيعتبر زي تأجير الارحام اللي بيحصل بره، بس القانون في مصر بيمنع تأجير الارحام والدين في مصر بيمنع تأجير الارحام، لكن ما بيغيرش حاجة في الناحية البيولوجية للطفل او في الجينات بتاعته؟ لا، الجينات ما بتتغيرش، الجينات بتنتسب الى الاب والام الحقيقيين، الاب والام اصحاب البويضه والحيوانات المنويه. لكن الرحم الام ده مجرد حاضن، يعني اسف اللفظ، وعاء بيحتوي على هذا الطفل. لكن لا يكتسب اي صفات جينيه من الام اللي ولدته او الزوج، ممكن يكتسب صفات بيئيه حسب اجتماعيه، لكن جينيا لا. تحليل الدي ان بتاعه، ايه اللي موقفنا ان احنا نعمل خطوه الدي ان؟ امر قضائي. ما حدش يقدر ياخد القرار ده. حضرتك رحت وقدمت كذا بلاغ؟ انا قدمت بس الموقف كله كانت كل البلاغات بتاعتي بتتحفظ، نظرا في حاجه في القانون، انا طبعا ما مش على درايه بالقانون قوي، اسمها انعدام الصفه او لم يقع عليك ضرر، ان مش حضرتك صاحب الشأن. صاحب الشأن، فانا استغربت جدا من التفسير دوت، بس طبعا طالما رجال القانون قالوا كده. لا بس حضرتك شفت جريمه وفي مكان عملك وبتبلغ عنها، هو انا دوري ان انا ابلغ والجهات المختصه. يعني احنا هنا برضو كمان بنقدم بلاغ للنائب العام ان في جريمه يجب التحقق فيها. انا اتمنى ان سياده النائب العام يسمعني دلوقتي ويؤمر بفتح تحقيق قضائي عاجل، ويؤمر بعمل دي ان اي للطفل، مش لغرض الطفل في حد ذاته، احنا وقعنا على جريمه بالصدفه، كام جريمة تانية احنا ما نعرفش عنها حاجة، كام مركز تاني بيرتكب نفس هذا الفعل. احنا بنتكلم في مصيبة سودة. الولد اللي انا بقول انه هو تبع الاستاذ احمد، لو شاف اخته اللي مخلفها الاستاذ احمد ممكن يتقدم لها ويتجوزها حقيقي. فهو التكنولوجيا دي كده تبقى رجعتني لعصر الجاهلية او ما قبل الجاهلية. فاحنا بنهزر حقيقي. فلابد من صدور امر قضائي وسرعة عمل تحليل دي ان اي لإثبات صحة الواقعة أو كذبها. وزارة الصحة موقفها إيه من يعني هو بالنسبة لوزارة الصحة أنا أفضل ما نتكلمش في موضوع وزارة الصحة، علشان لا يعني هل بيكون في رقابة؟ إحنا بنتكلم على الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة على المراكز. بالنسبة للإجراءات المتبعة على مراقبة المراكز، أنا أفاجئ حضرتك بحاجة. اتفضل. المركز من غير رخص التشغيل منذ 25/5/2009 2009 يعني ليه 15 سنة بدون رخص التشغيل، وإدارة العلاج الحر ووزارة الصحة بتدعي إنها بتعمل دوريات تفتيش على المركز، ولما عملت حلقة تلفزيونية بتاريخ 25/7/23 بعدها بشهر بس تم إصدار رخصة على وجه الصورة على المركز لتقنين أوضاعه. يعني المركز مفتوح من 2009؟ لا، المركز مفتوح من سنة 96، وإدارة المركز ومالك المركز قدموا طلب إلغاء وإغلاق للمنشأة بتاعتهم، وفضلوا شغالين في الديرة من 25/5/2009 عندي كل المستندات اللي بتؤكد هذا الكلام، لغاية منتصف شهر 9/23، وطلعوا الرخصة بعد ما أزعت على الهوى في 25/7/23 إن المركز ليه 15 سنة بدون رخصة تشغيل، والنيابة الإدارية التابعة المسؤولة عن تصرفات إدارة العلاج الحر، النيابة الإدارية صحة 1 والنيابة الإدارية صحة 2، بتحقق وفي أرقام قضائية وليهم 7 شهور بيحققوا، فكيف لإدارة العلاج الحر تطرق منشأة طبية تمام 15 سنة بدون رخص التشغيل؟ لكن للأسف ما فيش وبتمارس حد كل شيء وإدارة العلاج الحر بتدعي إنها بتعمل دوريات وحملات تفتيش على هذه المراكز. طب ما إزاي بتعمل حملات تفتيش والمركز مالوش أصلا؟ حطي بقى أنت 100 علامة استفهام وفصريها زي ما أنت عايزة، أنا مش هقدر أقول أكتر من كده. لأن اللي هقوله أكتر من كده مصيبة سودة. لا احنا في مركز في مركز في ارقى مناطق القاهره، مش في مركز في منطقه عشوائيه. في ارقى مناطق القاهره وعلى شارع رئيسي. رد المركز ايه؟ يعني رد المركز ايه على الاحداث دي كلها؟ بيلتزم الصمت لانه مش عايز يشوشر على نفسه اكتر من الشوشره ديت. استغنى عن حضرتك وبس، هو ده كان رد علشان ما وصلش لبيت الجرائم وبقيه الملفات.
والنيابه الاداريه. احنا قدام دلوقتي جريمه متكامله، مركز بيبيع الاجنه، واسره عارفه ان الطفل ده مش ابنها، الوسيله اللي خدته بيها ايه احنا مش عارفين لغايه دلوقتي، هل هي مشتركه في الجريمه ام هي برضو مجني عليها احنا مش عارفين. استاذنك ان اوافقك في النقطه ديت، لما يتعمل دي ان ايه ويتثبت صحه الجريمه من عدمها، يبتدي كل واحد توجه ليه التهمه، وكل واحد لازم يطلع تبرير بمستندات. انت لما عرفت ان انت خلفت عيل مش عيلك عملت ايه؟ والدين والقانون بيقول انه مش من حقك. حضرتك قلت لي ان هما سالوا الافتاء، دار الافتاء، شوفوا ابنكم راح لمين تاني، ممكن ما يبقاش عندي. فهمت قصدي؟ ممكن تكون راح لحد غيرك اصلا، بس يشيلوا بقى، يشيلوك من دماغهم. معنى ان الشك دخل قلبك وانت ابتديت تسعى وتدور، معناها ان انت حاسس ان في حاجه مش طبيعيه، صح ولا غلط يا فندم؟ انا حضرتك، انا الشك لما دخل قلبي زي ما حضرتك بتقولي، انا رجعت الصور بتاعت الاولاد الصغيرين، لقيت الصور بتاعت ابني اللي موجود معايا حاليا نفس الاولاد الصغيرين، حتى الشبه نفسه خلاني اطمنت اكتر من التحليل كمان. قصدك وجه الشبه ما بين الولاد الاولاد الاولانيين الولد اللي قبل منه، الولد اللي قبل منه 2013، عام تقريبا دلوقتي 10 سنين، اول اجنة في نفس المركز. الولد اللي بعد منه اللي هو مالك اللي حضرتك بتتكلموا عنه، تقريبا 2022 2018 تقريبا 2019 وان سنتين 2020 تقريبا، انا مش متذكر قوي بصراحه. 2020 نفس الثوره يا فندم. انا جبت الثوره، حتى انا شفت حضرتك، انا رحت المصايف نفس الاماكن اللي توصلت لها بنفس الاماكن، واللبس نفس اللي عندنا طبعا بزهار بلد حضرتك عامله زيها. ايوه. فبنعمل هدوم للولد اللي بعد. واحد ست كلمتني قالت لي مالك مش ابنك؟ انت عارف ان بتعرف مشوار وكلم حضرتك كمان شويه. نزلت وقعدت طبعا بين على الناس وكلمتها، قالت لي الامر كذا كذا كذا، ولازم تعمل ايه؟ طب ايه اللي اثبت يا فندم ان الولد مش ابني؟ قالت لي تعمل ايه؟ قلت لها ماشي. رحت المركز قعدت معاهم، الراجل مشكورا قال لي اللي بيني وبينك التحليل، ورحت عملت التحليل. وانا ماشي في الطريق حد واحد تاني كلمني بنفس الرقم، قال لي تاخد 1,000,000 جنيه ومش عارف ايه والكلام ده كله، حتى المدام عندي ما كانتش مصدقه الكلام ده. فاهمه يعني ايه واحد كلمك انت ما جبت النتيجه قصدك؟ نفس الرقم يا فندم. اما جبت النتيجه؟ قبل ما اجيب النتيجه. قبل ما اجيب النتيجه. اوكي. طبعا لما قال لي اعمل تحليل ما رحتش تاني يوم، انا يعني تقريبا قعدت 20 يوم عم بفكر اتحرك. علشان طبعا شغلي وقت العيش والكلام ده كله، فما ينفعش في نفس اليوم. تمام. فقعدت تقريبا حوالي 20 يوم. في 20 يوم هم كلموني اكثر من 10 مرات تقريبا، يعني تقريبا كان يوم ويوم، لحد ما قلت نفس الكلام قلت لحضرتك من شويه انا مش عامل حاجه ومش رايح ومش جاي. هو بيتكلم يعني يديلك 1,000,000 جنيه ليه؟ يعني ده تعويض عن الولد اللي هم واخدينه يديله 1,000,000 جنيه. يعني مين يديلك؟ يديلك الاجنه الاولانيه. يعني اب الاجنه الاولانيين يديلك 1,000,000 جنيه في مقابل ان هو ياخد ابنه قصدك؟ او المركز نفسه يديله تعويض 1,000,000 جنيه. في النهايه يا دكتور جندي، قول لنا المركز بالدكاتره اللي فيه، ايه موقف الدكاتره الباقيين؟ في 11 دكتور انا كاتب اساميهم ومجهزهم للنيابه لما تطلبهم، سابوا المركز، ونقدر نقول هربوا خوفا على سمعتهم. 11 طبيب؟ 11 طبيب، مع فيهم حوالي 3 او 4 فنيين معمل على مديره سابقه، لما عرفت وابتدى الكلام يتاكد ان هم بيتلاعبوا في الاجنه وارصده الاجنه، كلهم سابوا المركز وهربوا خوفا على سمعتهم. دي نقطة. النقطة الثانية، ليه الجرائم كلها بتحصل مع طبيب واحد فقط ونسميه خطأ طبي، لما تبقى كل الجرائم مرتبطة بشخص واحد اللي هو زوج مالكة المركز؟ لما المدير الفني بتاع المركز اللي هو يبقى أبو مالكة المركز هو اللي بيتلاعب في أرصدة الأجنة وفي الملفات، ليه بيستخدموا بعض الرموز والشفرات هم وبيكتبوا أسامي مرضى معينة؟ يعني يعني مثلا محمد، المفروض في الحاجات اللي ليها أطفال أنابيب وأنساب وعائلات، لازم أولا لازم الاسم رباعي يكتب اللغة العربية طبقا للتوصيات. أي تقرير يطلع لمريض أو خاص بمريض، وخصوصا بنتكلم في أنساب، لازم اسم الزوجة يكتب بالعربي رباعي، والزوج يكتب بالعربي رباعي. هما بيكتبوه بالانجليزي وبالانجليزي ما بيكتبش بوضوح، محمد ما بيكتبوهاش محمد، بيكتبوا اما، وانت تفهم انها محمد او محمود بقى انت وشفاتك. احمد يكتبوا ايه كابتل، هنقول عبد الله، يبقى لازم عبد الله ديت ايه كابتل شرطه. طب ما تكتب عبد الله، انت بتستخدم رموز ليه؟ ابراهيم يكتبها اي، واحنا نبقى نفهم انها ابراهيم. طب ما انا ممكن ما اشوفش الاي وبالتالي انسى كلمه ابراهيم من الاسم واطلب اسم تاني، ليه دايما يعني عمد؟
انا بحكي لحضرتك القرائن وانت شوفيها عمد ولا خطا طبي. يعني اتمنى ان الحلقه دي توصل للسادة المسؤولين وخصوصا سياده النائب العام ويؤمر بسرعه فتح تحقيق قضائي للتاكد من صحه المصايب السوداء اللي انا بتكلم فيها. في النهايه احنا بنفتح ملف شائك وسلطنا الضوء على جريمه من نوع جديد، مافيا تجاره الاجنه. ان شاء الله قلبنا مع استاذ احمد، وبنشكر حضرتك على الضمير الحي. شكرا. ونورتونا وطبعا انا قلبي معاكم، قلبي معاكم، وان شاء الله صوت الحق هو اللي هيصرف ان شاء الله. انا اتمنى بس السادة المسؤولين يشوف الحلقه ديت، واتمنى سياده النائب العام يشوف الحلقه ديت ويؤمر بسرعه تحقيق ويؤمر بسرعه عمل دي ان اي للتاكد من صحه الجريمه، مش عشان حاجه، علشان خاطر الطفل اللي ملهوش ذنب مع ناس ما عندهاش ضمير لم تتخذ الاجراءات اللازمه. ده لو كان خطا طبي، ليه المحافظة على عدم اختلاط الأنساب؟ حقيقة شكرا لك يا فندم.